مرحبا يا أطفال يا الحلوين، اليوم سنتحدث عن عيد الفطر المبارك، وسنسألكم 10 أسئلة. اطلبوا المساعدة من أمكم أو من أبوكم أو من أحد إخوانكم في الإجابة على هذه. هيا بنا، ما اسم العيد الذي يأتي بعد شهر رمضان؟ من يحزر؟ ما اسم العيد الذي يأتي بعد شهر رمضان؟ سأساعدكم في الإجابة، إما عيد الأضحى أو عيد الفطر. هيا ساعديني يا ماما، ساعدني يا بابا، ساعدوني يا إخوتي، ما هو العيد الذي يأتي بعد شهر رمضان؟ إنه عيد الفطر. أحسنتم يا أطفال يا الحلوين، إنه عيد الفطر، العيد الذي يأتي بعد شهر رمضان. رائعين. في أي شهر نحتفل بعيد الفطر؟ من يحزر؟ رمضان، ثم ماذا يأتي؟ شوال، شعبان، رجب، أم شهر محرم؟ هيا فكروا في الإجابة، ساعديني يا ماما وسأساعدكم أيضا، إما شوال أو شعبان. هيا ساعديني يا ماما، ساعدني يا بابا، ساعدوني يا إخوتي، في أي شهر؟ شوال أم شعبان؟ من يحزر؟ إنه شهر شوال. أحسنتم، شهر شوال هو الشهر الذي نحتفل بعيد الفطر فيه. أحسنتم. السؤال الثالث، ما اسم الصلاة التي نصليها صباح العيد؟ صلاة الضحى أم صلاة التراويح أم صلاة العيد أم صلاة الاستسقاء؟ سأساعدكم بالإجابة، صلاة الاستسقاء نصليها عندما نطلب من الله أن يسقينا الغيث. صلاة التراويح نصليها في رمضان. أحسنتم، إما صلاة الضحى أو صلاة العيد، من يحزر؟ إنها، هيا لنعرف الإجابة الصحيحة، صلاة العيد. أحسنتم، هذه هي الإجابة الصحيحة، صلاة العيد. كم ركعة صلاة العيد؟ من يحزر؟ كم عدد ركعات صلاة العيد؟ 1، 2، 3 ركعات أم 4 ركعات؟ هيا فكروا في الإجابة، ساعديني يا ماما، ساعدني يا بابا. كم؟ ليس 1، إما 2 أو 3 أو 4 ركعات. هيا فكروا في الإجابة الصحيحة، إنها عدد ركعات صلاة العيد هي 2. أحسنتم، ركعتان لصلاة العيد. أحسنتم، هذه هي الإجابة الصحيحة لهذا السؤال. ما اسم الزكاة المفروضة التي تطهر نفوس الصائمين؟ من يحزر؟ زكاة المال، زكاة الضحى، زكاة الفطر، زكاة الخير. في أول أيام العيد يجب أن نعطي الزكاة للفقراء والمساكين والمحتاجين. ما هي هذه الزكاة؟ زكاة الفطر أم زكاة الخير؟ من يحزر؟ من اسمه عيد الفطر، إذن هي، ما هي؟ هي زكاة الفطر. أحسنتم، هذه هي الإجابة الصحيحة، زكاة الفطر هي التي تطهر نفوس الصائمين. أحسنتم. متى تدفع زكاة الفطر؟ متى تدفع زكاة الفطر؟ قبل صلاة العيد؟ بعد صلاة العيد؟ أم قبل صلاة الظهر؟ أم بعد العصر؟ يلا، من يحزر؟ قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد تدفع زكاة الفطر؟ إني أساعدكم في الإجابة، ليس قبل صلاة الظهر وليس بعد صلاة العصر، إما قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد. هيا يا ماما ساعديني، انتهى الوقت. هيا يا بابا، قبل صلاة العيد يجب أن ندفع زكاة الفطر قبل صلاة العيد. أحسنتم، رائعين. في كثير من الدول العربية نهنئ بقول، ماذا نقول في عيد الفطر؟ عيد جميل، عيد سليم، عيد حفيظ، أم عيد مبارك؟ من يحزر؟ نقول عيد جميل،
عيد سليم، عيد حفيظ، أم عيد مبارك نقول للناس، لأمي، لأبي، لإخوتي، لعائلتي؟ نقول هيا انتهى الوقت، عيد مبارك. أحسنتم، رائعين، نقول عيد مبارك لنهنئ بالعيد. أحسنتم. كيف كان الصحابة يهنئون بعضهم البعض؟ بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم الطاعات، أم جزاكم الله خير، أم يرحمكم الله؟ نقول يرحمكم الله عندما يعطس الإنسان، جزاك الله خير عندما يقدم الإنسان لي شيئا جميل. نقول بارك الله فيكم، أم تقبل الله منا ومنكم؟ هيا انتهى الوقت، بارك الله فيكم، أم تقبل الله منا ومنكم؟ أحسنتم، نقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، لأننا صمنا رمضان وصلينا ودعونا الله وعملنا كل ما هو يعطينا الحسنات. أحسنتم. ما حكم صيام يوم عيد الفطر وهو أول أيام العيد؟ حرام الصيام أم يجوز الصيام؟ أم الصيام مستحب؟ أم الصيام مكروه؟ من يحذر؟ بعد ما ينتهي رمضان ويأتي العيد، يجوز أن نصوم اليوم الأول من عيد الفطر؟ من يحذر؟ يجوز أم لا؟ حرام أم يجوز الصيام؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ حرام الصيام في أول أيام العيد. تعرفوا ليه؟ لأن رب العالمين أعطانا عيد الفطر عشان مكافأة إلنا، لأنه صمنا شهر رمضان، فلا يجوز أن نصوم أول أيام العيد. أحسنتم، جاوبتم على جميع الأسئلة، أنتم رائعين، أحسنتم. وهكذا نكون قد تحدثنا عن عيد الفطر المبارك. عيد سعيد يا أطفالي الحلوين، عيد مبارك لنا ولكم ولكل الأمة الإسلامية. نراكم في العام القادم بإذن الله بخير وسلامة، وكل عام وأنتم بخير. أحبكم يا أطفالي الحلوين، وعيد سعيد، إلى اللقاء. كل عام وأنت بخير يا أمي، كل عام وأنت بخير يا أبي. والحي بخير، والجيران